قد دعت وزارة الصحة الكويتية إلى تجنب اللقاءات الاجتماعية للوقاية من الفيروس، وكانت الوزارة أعلنت رصد 3 حالات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية. العدد الإجمالي حتى الآن للإصابات بلغ 72 حالة. ترصدت وزارة الصحة وتأكدت من إصابة 3 حالات تأكدت إصابتها بمرض فيروس كورونا كوفيد 2019، ليصل مجموع الحالات عندنا الآن في دولة الكويت إلى 72 حالة. عدد حالات الشفاء 2. الحالات التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية والصحية هي 70 حالة. من الكويت تنضم إلينا مراسلة العربية شاهد المتروك. حياك الله شاهد معنا في نشرة الرابعة. آخر التطورات هو ما دعت إليه وزارة الصحة الكويتية بتجنب اللقاءات الاجتماعية للوقاية من فيروس كورونا، أصداء هذه الدعوة ومعناها أيضا. نعم، اليوم تم الإعلان عن رصد 3 حالات جديدة تضاف إلى حصيلة المصابين بفيروس كورونا ليصل إلى 72 حالة، 2 منهم تم شفائهم، فيكون المجموع الموجود في مستشفى جابر المحجر الصحي ليتلقى العناية هو 70 حالة. هناك أيضا 5 حالات موجودة في العناية المركزة، واحدة منها لامرأة ثمانينية تعاني من التهاب رئوي وهي بحالة حرجة. 3 من الحالات الموجودة في العناية المركزة أيضا هي تعتبر بحالة مستقرة ما بين العقد 7 والعقد 6. أيضا هناك الحالة 5 في العناية المركزة موجودة وهي في العقد 6 من عمرها، تتماثل إلى شفاء لتنتقل إلى الجناح. 1 هذه الحالات هي من متعلقة أو المصابة، 3 حالات المصابة هي مرتبطة بالسفر إلى إيران. 2 من 3 لمصري وسوري كان قد خالطا 1 الحالات السابقة المؤكد إصابتها بفيروس كورونا. أيضا وزارة الصحة أجرت أكثر من 6600 مسحة طبية على جميع القادمين من بلدانهم إلى الكويت أو حتى البلدان الموبوءة عالية الخطورة أو قليلة الخطورة. من الإجراءات أيضا التي طبقتها وزارة الصحة هي المحاجر الصحية وتنوع وتعدد المحاجر الصحية، هذا غير المحاجر الصحية المعروفة 3 اللي هي منتزه الخيران، منتزه الجون، فندق شاطئ الكوت الذي فيها قرابة 831 حالة موجودة. أيضا خصصت هذا المكان اللي إحنا فيه لأرض المعارض في قاعة 6 بالتحديد، خصصتها للكشف عن الوافدين، حالة الوافدين الصحية للكشف عنهم ابتداء من الغد يوم الخميس. كل محافظة لها يوم معين يكون الكشف عليهم ابتداء من الساعة 8 صباحا وحتى 6 مساء. كما نشاهد الكراسي أو كما لاحظنا نحن بين كل كرسي وآخر هناك مسافة 1.5 متر على الأقل، وهذه المسافة التي أوصت بها وزارة الصحة والأطباء بتجنبها أو يعني إبقاء مسافة لا تقل عن 1 متر بين كل شخص وآخر حتى لا تنتقل العدوى، إذا ما كان ممكن يحملها لا تنتقل هذه العدوى من شخص إلى آخر. أيضا فيما يخص إجلاء المواطنين، هناك طائرة من الممكن أن تعود اليوم إلى الكويت لإجلاء المواطنين القادمين من مصر. بالنسبة لبعض المواطنين الموجودين في المحاجر الأخرى، هناك 350 شخص سيخرج يوم السبت المقبل بعد أخذ المسحة الأخيرة للتأكد من عدم حملهم فيروس كورونا. مشكورة، يعطيك العافية شاهد المتروك مراسلة العربية، كنت معنا من الكويت.